النهارده كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اوراق اعتماد 9 سفراء جدد، ابرزهم سفراءنا هيكونوا في امريكا وفي الجزائر والبرازيل. مع السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسه قال ان الرئيس رحب بالسفراء الجدد وتمنى ليهم التوفيق في مهامهم بالقاهره، واكد على ان مصر حريصه على تعزيز العلاقات الثنائيه مع دولهم في المجالات كافه. نتابع. حرس الشرف سلام جمهورية أنجولا. سعادة سفير جمهورية أنجولا. سلام جمهورية البرازيل الاتحادية. سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية. سلام جمهورية زيمبابوي. سعادة سفير جمهورية زيمبابوي. سلام جمهورية بيلاروس. سعادة سفير جمهورية بيلاروس. سلام جمهورية رواندا. سعادة سفير جمهورية رواندا. سلام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية. سعادة سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية. سلام الولايات المتحدة الأمريكية.